هل المباراة قوية؟ قوية داخل الملعب. هل المباراة عنيفة؟ عنيفة داخل الملعب. بره الملعب أثق تماما زي ما بثق في نفسي كده إن الأمن التونسي والأجواء في تونس والجماهير التونسية والناس في كل أنحاء تونس بمختلف ميولها، ترجاوي، نجماوي، أفريقي، مش عارف، كل الأندية التونسية تكن وتحترم كل المصريين وتحديدا النادي الأهلي وجماهيره. بعد دقيقة، بعد اتنين، بعد 10، بعد 20، كل الناس هتنصب تركيزها في الملعب، كل الناس هتنصب تركيزها في الملعب. قلت مقدمة لأن أنا متأكد إن علاقتنا وتاريخنا مع الأندية التونسية وتحديدا النادي الترجي التونسي على أحسن ما يكون وعلى أعلى درجة من الصداقة والحب والمودة، واللي بيننا وبين بعض يعني مش مسألة بطولة وخلاص أو مين هيفوز ومين ما يفوز، لا طبعا، علاقة ممتدة جامدة جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماهيري وعلى المستوى الفني وعلى كل حاجة، والمستوى الإداري كنادي ونادي. عايز أقول لكم اللي كان بيني وبين الترجي مثلا عمرنا قبل ما كان يختلف نظام الكاف إن أنت تشيل ليلتك. يعني إيه تشيل ليلتك؟ يعني تروح هناك تدفع، عايز تقعد في 4 نجوم اقعد، عايز تقعد في 5 نجوم اقعد، تاخد 20 واحد في البعثه، تاخد 25 واحد في البعثه، تاخد 30 واحد في البعثه، تاخد 50 واحد في البعثه براحتك دلوقتي. لكن زمان مثلا كانت اللي يروح مثلا تونس الانديه التونسيه اللي تحاسب، واللي تيجي الانديه التونسيه تيجي في مصر الانديه المصريه هي اللي تحاسب. فمع الترجي تحديدا بقى كنا بينا وبين بعض اكنك في بيتك بالظبط. تعالى باللي انت عايزه، يجي ب 38، يجي ب 38 واحد، يجي ب 39 واحد، يجي ب 40 واحد، مفيش مشكلة، المعاملة هناك زي ما أنت عايز وبالمثل. فعشان حسن العلاقة، مع إن الندية كانت بتبقى قوية جدا في الملعب، لكن أنت حابب إن أنت يعني تجيب عدد زيادة في واحد في اثنين في ثلاثة، مفيش مشكلة. وجباتك، تمريناتك، المية بتاعتك، الأوتيل اللي أنت بتختاره، تخيلوا يعني من الأندية القليلة جدا جدا في أفريقيا اللي كان الواحد هناك، وهم كده يعني علاقتي برياض بن نور يعني علاقه متميزه جدا جدا جدا، وكان الراجل يجي هنا او يبعت حد يتفرج على الاوتيل اللي هو عايزه واحنا نحجز له. وانا هناك الحقيقه يعني لما كنت بروح هناك بختار الاوتيل اللي انا عايزه، وكان الترجي بيحجز لنا. فيعني علاقتنا بالترجي علاقه ممتده ومتواصله لابعد حد. فالمباراه قويه داخل الملعب في ال 90 دقيقه اللي هم جوه الملعب، لكن بره الملعب ما عنديش شك ابدا انها تطلع على احسن ما يكون وتليق بشعب تونس والامن التونسي وكل الناس اللي مختصه في تونس. طيب هكمل كلامي في الموضوع ده لان انا عايز اروح لحته، مش عايز اتكلم في القرارات بتاعه الكاف ومين عمل ايه ومين ما عملش ايه، لان عندي هدف اهم وعندي